هناك من يلبس ويدلس ويدعي أن هذه الجماعات والأحزاب مصلحة وأنها تسعى إلى خدمة الإسلام والمسلمين، والواقع أن ذلك يفرقهم، فما قولكم بهذا؟ الله جل وعلا يقول: فلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. لا شك أن المسلمين يبتلون بأحزاب وجماعات ودعايات، ولكن الحق لا يغلب أبدا إذا قام به أصحابه فإنه لا يغلب، وإن والعاقبة للمتقين كما قال الله سبحانه وتعالى. وهذا الابتلاء والامتحان حكمة من الله ليظهر الصادق من المنافق. أم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يؤمنون وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا ابتلاء من الله ليظهر الصادق من المنافق من الكافر، فتكون العاقبة دائما وأبدا للمتقين، ويكون الوبال والحسرة والنكال على أعداء الدين. فلا يهمكم ما يرغون به ويزبدون في وسائل إعلامهم وفي مبتكراتهم، فإنها باطل والباطل لا يقوم. أنتم معكم الكتاب والسنة، معكم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، معكم الحق النازل من عند الله، وهم ليس معهم إلا كيد الشياطين، كيد الشيطان وحزبه وأتباعه، ولا يقوم الباطل أمام الحق أبدا إذا كان له حملة وكان له دعاة وكان له رجال يجاهدون في سبيله. نعم.